السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المنتج اللي غنهضروا عليه اليوم وهو مجموعة جود سمايل المتكاملة لحماية الفم والأسنان. هذه المجموعة هذه كاين فيها عناصر اللي فيها عبارة عن رشاشات من حجم الصغير وعبارة عن قنينات بالحجم الكبير. كل قنينة والغسول ديالها والخاصية ديالو والفعالية ديالو، معجون الأسنان كل واحد والخاصية ديالته والفعالية ديالته. والحاجة نتكلمو على العنصر الأساسي اللي كيعانيو منه بزاف الناس، وهو مشكل اللثة. بزاف الناس اللي كيعانيو من مشكل اللثة ومن السيلان في الفم بسبب انتفاخ اللثة وبسبب هروب كيف كنقولوا حنا في الدرجه المغربيه، هروب لحم السنان كيهرب على الفم. هاد الناس اللي كيعانيو من هاد المشكل هذا، كاينه مجموعه من بين العناصر اللي كاينه في مجموعه جود سمايل. عندنا معجون الاسنان ديال المستخلص من القرنفل، الخاصيه ديالته اكيد الناس اللي عندهم هاد المشكل ديال اللثه والرائحه الكريهه واللي كيهرب لهم اللحم على الاسنان. وكاين غسول الفم ديالو من الحجم الكبير، وهو هذا غسول الفم الحجم الكبير مستخلص كذلك هو من القرنفل. وكاين ديال الحجم الصغير على شكل رشاش، ممكن يكون فليصة كمان ديالنا حتى هو مستخلص من القرنفل. يعني طريقة استعمال رها بينا كيف المعتاد، يعني بعد ما نحكو بالفرشاة الأسنان ديالنا كنديرو ناخذوا شويه من هذا باش كنديروا مضمضه للفم ديالنا. هذا كيكون حجم عائلي، كيمكن يكون في ليدوش ديالنا، وهذا حجم صغير ممكن يكون مصاحب لينا في الساك ديالنا. المجموعه الاخرى من مجموعه جود سمايل وهي المجموعه المستخلصه من النعناع والمعجون المستخلص من الريحان والليمون اي الحامض، هو هذا اللي نازل عندنا في الكتالوج. معجون الأسنان المستخلص من الحامض والقرنفل، من الحامض والليمون، خاصية ديالته وهو إزالة الرائحة الكريهة من الفم ويقوم بتبييض الأسنان. يعني أي حاجة مستخلصة من الحامض حنا كنعرفوا الفعالية دياله، والنعناع الخاصية ديالته هو إعادة تنشيط اللثة وإزالة الرائحة الكريهة، لأن الفليور حنا عارفين الدور دياله والنكهة ديالته العجيبة. بالنسبة للغسول الحجم الكبير هو هذا العائلي، غسول للفم والأسنان، يعني الخاصية ديالته هو إزالة رائحة الفم الكريهة. وكان الحجم الصغير على شكل رشاش كذلك اللي كنقدروا نصاحبوه معنا في الساك ديالنا، الناس اللي عندهم مشكل ديال الرائحة الكريهة في الفم. من بين مجموعة جود سمايل كذلك اللي عندنا في هذه الصفحة هذه، عندنا مجموعة جود سمايل غسول الفم الناس اللي عندهم مشكل ديال رائحة التدخين. يعني وخاكي بغوصي وليدون ديالهم، يعني ما كتوصلش الفرشاة البلايس اللي بغينا نحيدو منهم هذيك الرائحة أو الرائحة، وكذلك رائحة التدخين. كان هاد جود سمايل هو هذا خاص بالناس اللي عندهم اللي كيدخنوا وكيبغوا يحيدوا ديك الرائحة الكريهة، وهو غسول خاص بالفم والأسنان. اللي كنلاحظوا هنا كاين عندنا واحد معجون الاسنان مستخلص من الفرومبواز، النكهه ديالته حلوه وديال الفاكهه، ممكن تكون خاصه بالاطفال لانه كيبغوا معجون اللي يكون حلو وما يكونش فيه ديك النكهه ديال المروريه باش ما يتخوفوش من المعجون. هذه هي المجموعه اللي عندنا في الكتالوج ديال ماي واي ديال جود سمايل للعنايه بالفم والاسنان، كل حاجه والخاصيه ديالو. يعني ديال القرنفل كيكملوا مكمل له هو الغسول الحجم الكبير والحجم الصغير، وديال الريحان والحامض مكمل ديالو هو الغسول اللي بمخلصه النعناع الحجم الكبير والحجم الصغير، وهذا اكيد ديال الاطفال المستخلص من الفرومبواز نكهه ديال الفواكه، وهذا خاص بالناس ديال التدخين. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نتمنى اننا عطيتكم الافاده على مجموعه جود سمايل للعنايه بالفم والاسنان من شركه ماي واي. معكم ميزاره فتحه،
قيادة من قيادات الدار البيضاء عين 7. السلام عليكم ورحمة الله.